في الصباح مع 8 من الصباح وراك نحيحوا باش نطلبوا الحقوق ديالنا، لان شعدوا علينا بزاف هاد الناس هادو. قلنا لهم بدون النسبه ديالنا ديال 50 في 50 قلنا نقصوا منا. حنا اليوم دايرين مظاهره على قبل انهم داروا لنا الامتحان الموحد وداروا لنا على النسبه ديالو 50% اللي كتكون هي كتحدد لنا القرار انه واش نجحوا ولا لا. حنا كنطالبوا انهم ينقصوا لنا من هذا، نقصوا لنا من هذه النسبه هذه ويخليو فعلنا. قالوا لنا حنا غادي نوصلوا الصوت ديالكم للمدير الاكاديميه، وحنا كنتمنوا انهم يديروا لنا حل لهذا الشيء، وكنطالبوا ان قبل ما يصدر شي قرار يصدر للشعب حتى ياخذ هو القرار ديالو ويشوفوا شنو هو الراي ديال الشعب، عاد ديك الساعه يعطيونا القرار.